مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. بطلب عدد كبير من المغاربة قصة سلمى آسفي، اليوم عندي لقاء مع الأب ديالها سي مخلص، اللي قصة ديال ابنة ديالو الله يولي برحمة الله ألمت المغاربة بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، ملف فيه ألغاز، ملف مجموعة من الأمور ما واضحاش فيه، غادي نحاولوا ما أمكن أننا نشوفوا القصة المرحومة سلمى من الأول. سلمى من الزواج للمقبرة، كيفاش؟ تبعوا معايا. سي مخلص، شكرا لك، انت معنا في الدار البيضاء بطلب عدد كبير من المغاربة، ربطي بيا اتصال، مرحبا. إذا كان ممكن تروي معايا القصة ديال ابن سلمى الله يولي برحمة الله. سلمى كيفاش كبرات، كيفاش قرات، وحنا غاديين تنشوفوا الجوهر ديال الموضوع. نعم، شكرا سي يوسف على الاستضافة، وتحتينا هذه الفرصة باش نزيدوا ننوروا المغاربة على القصة ديال البنية ديالي رحمها الله. فسلمى بنت عادية، بنت أسرة تربت بطريقة، صهرنا على التربية ديالها باش تكون فخورة بالبلاد ديالها والبلاد ديالها تكون فخورة بها. هذا هو اللي حاولنا نقدمه لديك البنية الله يرحمها، كنا كنحبوها في المغرب ديالها، وهي كنعطيوها دوك القيم اللي يكون المغرب ديالها مفتخر بها، سواء كانت هنا سواء كانت في بلاصة أخرى. سلمى شحال عندها من عام؟ في مارس اللي فات كانت عندها 23 عام. المستوى الدراسي ديالها؟ المستوى جامعي، هي خدات البكالوريا ديالها ومن بعد انتقلت لواحد الجامعه الدوليه في الرباط بالضبط، قضت 3 سنين تما، وكنا على اساس غتكمل الدراسات العليا ديالها في كندا. بحكم انت الاب ديالها وكتعرف بنتك مزيان، يعني كيفاش كتشوف سلمى في العامل النفسي ديالها؟ كيفاش دايره قبل ما ندخلوا للزواج؟ كيفاش دايره؟ يعني كنقولوا كاركتير، الطابع ديال الشخص، كيفاش كانت سلمى ديال؟ سلمى كما قلت لك، اللي كيميزها هو الاخلاق ديالها، واحد الطيبوبه يعني ما كاينش نظير ديالها الا بغينا نقولوا. هذا الشيء فاش كانت معنا، انا كنت كنعاتبها على ديك الطيبوبه ديالها بزاف، كنقول لها راه يعني الزمان راه واعر، راه صعيب عليك تعيشي في هذا الزمن بهذا الشيء، كنحاول نقصحها شويه، ولكن كانت ديما هي النوع اللي كيسمح في حقه باش يرضي الاخر. كانت واحد الله يرحمها، يعني واحد شكل فريد من نوعه. بقى عندي سؤال اخير غير فيما يخص المعلومات ديالك، شحال عندك ديال عدد الاولاد اللي عندك؟ عندي سلمى الله يرحمها كانت، وكاين عندي وليد في البكالوريا، وعندي توام ديال 9 سنين في جوج وليدات، يعني دابا بقاو عندي 3 الوليدات. الرتبه ديالها بيناتهم هي الوسط؟ هي الاولى، هي الكبيره، هي الكبيره. نعم. بحكم انت رجل ديال التجاره، رجل اعمال، غادي تحكي لي بالتدقيق السبب ديال هذا الزواج، التعارف كيفاش جا وحنا غادي؟ نعم، كما قلتي حنا في ميدان التجاره، وفي هذا الميدان ديالنا كنحتاجوا السيارات، لكن كنقوموا بالتوزيع، حنا في الميدان ديالنا هو التوزيع، فالتوزيع كنحتاجوا السيارات. هاد السيارات كنا كناخذوهم من عند العائله ديال الازهار ديالي، هذه هي العلاقه كيفاش تربات، يعني انا زبون ديال الازهار ديالي، بحكم انهم من بين داكشي اللي كيديروا عندهم كيبيعوا السيارات، كنا كنشريو عندهم سيارات، وهنا تكونت واحد العلاقه، لان السنين وحنا كناخذوا من عندهم كيعتبرونا من الزبناء المميزين ديالهم، وكوننا واحد علاقه احترام متبادله، هذا هو الاساس، خصوصا مع اخت الزوج هي اللي كانت كتربطنا مع علاقه. اخت الزوج حتى هي معاهم في الشركه؟ في الشركه ديالهم كتسير الفرع ديال الاسفي. كيفاش اكتشفت بنتك هي؟ بنتي فاش سالت الدراسه ديالها في الرباط، صادف داك الشيء، داك الجائحه كورونا في 2020 بالضبط، فبحكم ان كما قلت لك كانت الدراسه ديالها كتنوي تكملها في كندا، فالتاشيرات محبوسين، كل شيء محبوس، ففي ذاك الوقت باش ما تبقاش جالسه في الدار ولات كتشتغل معنا في الشركه ديالنا، ومن بين المهام اللي كانت منوطه بها هي انه كدوز للشركه ديال الازهار ديالي على اساس بعض الوثائق ولا بعد هذا، هنا تعرفت على الاخت الزوج ديالها. شنو اللي وقع من بعد؟ هنا قالت لك بغينا نزوجوها ولا كيفاش؟ في واحد النهار كتخبرني الزوجه ديالي بان هاد الاخت ديال الزوج فتحت المرحومه، قالت لها راه بغيتك لخويا كما تيقولوا المغاربه، بغيتك، واش ممكن هذا؟ فاول رد كان البنيه قالت لها لا، انا ما كنفكرش في الزواج، ما مستعداش.
فخبرتني الزوجه ديالي بهذا الامر، قلت لها صافي مزيان هذا قرار ديال البنيه ما هذا. ومن بعد كنت تعرضت لواحد الوعكه صحيه في رمضان اللي فات، وجلست في مراكش تقريبا واحد 3 أسابيع او ما يزيد. ولكن فاش رجعت لقيت البنيه قالت لي، خبرتني الام ديالها بان غيرت الراي ديالها وقبلت تزوج من هذا السيد. شرح لي سبب التغيير، وفي نفس الوقت نعلم جيدا انه الزواج الجيل ديالنا حنا في 2023 او 22 وقعت الواقعه، المعني هو اللي غيختار، ما غاديش اختو اللي تعطيه شي اقتراح ولا هذه مساله طبيعيه جدا. هذاك العهد القديم انت تعرف، غادي تجاوبني على السؤال الاول والسؤال الثاني. نعم، بالنسبه للتغيير ديال الراي، كي زعما على حسب ما وصلني من المعلومات، ان في ديك الفتره اللي كنت في الوعكه الصحيه، فكانوا اتصالات بزاف كتطمئن عليا، كتحاول تسول على الحاله ديالي، الاخت ديالو كتسول على الحاله ديالي. فبحكم العلاقه ديال بنتي معايا اني يعني عزيز عليها وداك الشيء، فربما هذا هو السبب اللي جعلها انها تغير الفكر ديالها ولا الراي ديالها وتقبل الزواج. اعتقد السي مخلص هذه ما فيهاش ربما، فيها بنتك ملي غتبغي تصرح لك انت غتعطيك، عطاتك في الاول القرار، جا واحد العرض، هي دار شريك الحياه، ليس بالامر هين، هذا الموضوع هذا هي اللي غتختار الزوج معايا. يعني السيده بنتك انت الى جات وشرحت لك غتعطيك اسباب قويه معايا. هذا الشيء ما شرحاتو ليش، انا شرحت للام ديالها في الاول، قالت لي الام ديالها بانها كانت رافضه، ومن بعد قالت لي راه قبلت. يعني ما دخلتش معها في التفاصيل علاش قبلتي ولا علاش ما قبلتيش، بحكم ان كنت كنعرف دوك الاسره، وكنت كما قلت لك عندي معهم واحد حلقه احترام كبيره بزاف، يعني كنقدرهم بواحد الشكل كبير خصوصا الاخت. فاش قالت لي في الاول راه ما قبلتش، الراي ديالها ما قلتلهاش علاش ما قبلتيش، ومن بعد فاش قالت لي راه الام ديالها قالت لي راه قبلات، تهد المساله باش نقول لها علاش قبلتي ما قلتهالاش، لان بحكم ان كنعرف ديك الاسره مزيان. ولكن غتطرح سؤال ثاني انت. نعم. انت عطاتو لك السيده اللي هي بنت موالين هذه الشركه. نعم. غتقول لها المعني بالامر الزوج. نعم. تلاقات به، دوات معاه، يتلائم مع الطابع ديالها، واش هو داك كما كنقولوا داك فارس الاحلام اللي كتمنى اي انسان. هذه اسئله كلها كتكون عند الاب ما كتكونش عند الام. الام نعلم جيدا بنتها تزوجت ستر مساله طبيعيه جدا، ولكن الاب له اسئله جوهريه ودقيقه في الموضوع. هذه هي الابنه ديالو كبينه البنيه الكبيره، هادشي كله السي مخلص انت ما كتسولش عليه. للاسف هادشي ما درتوش انا، هذا كنلوم عليه راسي. انا اكتفيت بالراي ديال الاخت ديالو فاش جات عندي تفتحني في الموضوع، فكيفاش الطريقه باش زوجت البنت ديالي، وهذه ربما انا مخطئ فيها، زعما ما كنكرش هذه المساله، انها فاش جات قالت لي راه بغينا نتناسبوا معاك الا قبلتي علينا وهذا وهذا، راك عارف الحوار كيفاش كيدوز. فكان الجواب ديالي قلت لها ودي هذا القرار راه ديال بنتي بنسبه كبيره، انا راه عندي فيه واحد الجزء بسيط، وهذا الجزء بحال غادي نخولو لك نعطيه لك انت، الا كنتي عارفه خوك، انا ما كنعرفش الاخ ديالك، الا كان خوك صالح للزواج زوجيه، راه اختك هذيك، ولكن الا ما كان صالح نبقاو مزيانين بهذا اللفظ بهذا التعبير. فهاد المساله علاش مبنيه على ديك النظره اللي كانت عندي على ديك السيده بالضبط، يعني كنت حاطها في واحد يعني موقع اللي كبير ما نقدرش نوصفه لك. هذا كلام زوين. واخ هاد السيده هادي عندها باها وعندها خوها اللي هو كان الزوج. نعم، الدور ديالها هي في هاد الشركه ديالو، واش هي صاحبه القرار، هي المديره العامه مثلا، او كاين باها هو المسؤول ولا لا؟ انا كنعرفها هي مسؤوله على الفرع ديال اسفي، ربما عندهم فروع ماشي غير في اسفي، ولكن في اسفي هي المسؤوله على الفرع ديال اسفي. شيئا ما كنشوف كتقطر معايا شويه الشمع على هاد السيده. هنا كيطرح سؤال، قلتي انا ديك السيده عندها واحد الوصف، السبب اللي غيخلي السي مخلص يناقش الامر بشقين، الطريقه الايجابيه اش كتكلم هذه السيده اللي هي موضوع النقاش، وفي نفس الوقت تتكلم على غتعطيها بنتك. هنا كما قلت لك انا كنلوم نفسي دابا، ولكن ديك الوقت كنت طلبت مني اي طالب ديك السيده غادي نعطي لها، فهمتي؟ ما احنا الان في الحوار ماشي باش نلومك وتلومني، لا، احنا نبحثوا عن كامل الخلل من الاصل للمشكل، نبحثوا فقط، لا نوجهوا التهم لاي احد، ولكن البحث هو حق، هذا هو الاطار.
معايا حنا كنبحثوا فقط، حنا ما جيناش باش السي مخلص هو في واحد الوضع الله عز وجل والمغاربه متبعين العالميين نزيدوا حنا نكملوا على، ولكن نبحثوا على الاصل في المشكل. هناك ثقه شيئا، هل هي كانت ثقه زائده ام موضوع النقاش؟ تتكلم لي على السيده تناقش معاه بشكل مباشر بدون الرجوع للقاعده اللي هو الزوج ما بحثتيش عليه، وهذا دور الاب. ما سولتيش على الاب، على الزوج انت؟ للاسف 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 انا اخذت المعلومه من مصدر واحد، وكنت كنعتقد بانه الانسان بحال الظاهر ديالو بحال الباطن ديالو، هذا هو اللي كنلوم عليه راسي. كان خصني نسال نسال ونسال ونسال بزاف، ما لعبتش هذا الدور. هذا حاجه كتألمني بزاف، ولكن للاسف هذا الشيء اللي وقع بالضبط. فكانت عندنا في واحد منزله الثقه، وتعاملنا على ان انسان انتقالي شي واحد دابا يجوج بنتو غادي يقدر يسول شي واحد. انا كان بالنسبه لي اكثر واحد ولا او اللي ينتق فيه اكثر هو ديك السيده، وبحكم ان اخت ديالو غتكون عارفه عليه بزاف. فقلت لها الا كان صالح خوك للزواج زوجيه، والا ما كان صالح نبقاو مزيانين بهذا اللفظ. هذا الشيء اللي وقع ليقضي الله امرا كان. الابنة ديالك الله يرحمها خذت القرار، قلت في الاول قالت لا ماشي الوقت الان، من بعد قررت انا ودي تزوج به. انا غير تطرح سؤال، سواء طرحتي انت ولا الزوجه ديالك، انت ويا بحال انت كتمثل الزوجه والزوجه كتمثلك، انهم يبحثوا على هذا السيد وهذا شكون هو الطبع ديالو قيمته، يعني على الاقل الفكريه عاد نشوفوا الوسط العائلي كي داير. كاينه واحد المجموعه من الابحاث اللي راه غتعطيوها بنتكم، راه ليس بالامر الهين هادشي. ما للاسف كنأكد وكنكرر لك، للاسف ما سولنا حتى شي واحد باستثناء الاخت ديالو، هذا هو الخطا. اللي غريب ثاني السي مخلص وهي الاسئله اللي كتطرح، ما عندي ما ندير. انك رجل ديال التجاره، ونعلم جيدا رجل ديال التجاره راه هو رابح وفي نفس الوقت يقدر يكون خاسر، خصو يدقق ويبحث، لانه تنوعيه العمل ديالك في المعلومات اللي عندي تبارك الله كتهزو اسر، يعني الا نجحتو راه كتنقضوا اسر، الا خسرتو غادي تخرجوا على اسر. وفي وضعك انت فيما هو اجتماعي وانساني بقوه في الوسط ديالك انت ديال الاسره الصغيره ديالك، التدقيق ما كانش ما معروف عليا. انا كنثق بزاف، معروف عليا هذه، الا بحثتي عليا في المدينه ديالي ولا في هذا غادي اي واحد كيعرفني كنثق بزاف. وهذه المساله كما قلت لك وكنعاود نكررك كنلوم عليها نفسي، ولكن واحد الاخ الله يجازيه بخير عطاني واحد القصه اللي بردات عليا شويه، شرح لي عطاني شرح من الشروحات ديال صوره يوسف. فقال لي سيدنا يعقوب الاب ديال سيدنا يوسف قال له، فاش قال له راه ها شنو حلمت واش نعم، قال له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما معنى هذا؟ هو عارف بان الاخوه ديالو راه ما كيكنوش له داك الموده الكبيره، يعني ما تقول لهمش لا يعودوا يحسدوك ولا شي حاجه بحال هكذا. ولكن واحد الوقيته جاوا قالوا له اعطينا يوسف يخرجي معنا، ورغم ذلك اعطاه لهم. علاش؟ هذا نبي الله، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. تهيئات الظروف انه هو عارف الاخوه ديالو ما كيكنولوش الموده 100%، وفاش عطاهم الاخ ديالو. هادشي فاش كنبرد على راسي. هاد الطريقه ديالك كديرها في الشركه انت، تثق في كل شيء في خدمتك؟ في البدايه ديالي كنت كنثق في كل شيء، ولكن من بعد حتى كيوقع لي شي مشكل عاد كناخذ منه الاحتياط المره الجايه. دابا لو كانت عندي بنيه اخرى كون على يقين بان عمرني ما نزوجها بالطريقه اللي زوجت بها بنتي. لكن في الشركه ديالك في العمل ديالك استفدتي من اخطاء وبعض النقط اللي كانت سلبيه غتستفد فيها في المسار. خديتوا القرار من بعد حسب الكلام اللي قلتي هذاك الشيء شويه ما واضحش، البنيه خدات القرار غادي تزوج، كي درتوا لهاد الجواج؟ هادشي اللي بغيت نعرف انا. كيفاش كي درتوا لهاد الجواج؟ ها هي قالت لكم بغيت نتزوج، اش درتوا؟ عيطوا لدوك الناس جيتوا تلاقيتوا بهم خطبتوا، شنو درتوا؟ كي درتوا لهاد الجواج؟ ندرجوا مع الناس باش الناس توصل الفكره. نعم كما قلت لك جات الاخت ديالو فاش قالت لي راه قبلت البنت ديالنا تزوج، جات الاخت ديالو عندي لمقر الشركه وقالت لي هذيك المقوله اللي قلت لك راه بغينا نتناسبوا معك الا قبلتي. جاوبتها قلت لها هذا قرار ديال بنتي. المهم وصلنا اتفقنا على اننا نديروا الخطوبه مورا ثلاثه الاسابيع. في الاسبوع الاول يعني في ذاك الاسبوع مازال ما داش الاسبوع الاول عاود اتصلت بيا سيده قالت لك اودي راه خصهم يقلبوا على بيت الزوجيه ويفرشوه وهذا، وراه خصهم يبداو يخرجوا مجموعين، واش انت غتسمح لها تخرج معاه باش يقلبوا على شيء؟ فالجواب ديالي كان بطبيعه الحال لا ما يمكنش يخرجوا بخطوبه. فاقترحت عليا قالت لي ومن الاحسن نديروا لهم عقد قران.
وداكشي اللي وقع اتفقنا اننا نديروا عقد قران مورا 3 اسابيع. ما كتلاحظش السي مخلص هذه قررتي فيها واللي قبل ما كنتيش تقرر، دابا دخلتي لامور اخرى وليتي كتقرر هذيك الساعه واش الخطبه ولا لا ولا العقد قران بشكل مباشر. نعم، لان هذاك الدور خصني نديرو ضروري. شكون اللي غادي يحدد المواعيد؟ ما كاينش شي واحد يحدد المواعيد مادام ان هي اللي جات عندنا وطلبات الارتباط وكان الراي ديال البنيه بالقبول، فما يمكنليش نرفض لها. وفي نفس الوقت راه ضروري خصنا نحددوا مواعيد، فتحددت بهذا الشكل اللي كنحكي لك عليه. انت والزوجه ديالك والاخوه ديالك ما كاينش فيكم اللي رغم على هذا الزواج؟ نهائيا نهائيا ما كاينش ولو 1% ديال التاثير خديه ولا ما تاخذيش، يعني نهائيا. فاش كانت رفضاته بوحدها وفاش قبلته بوحدها. تاريخ ديال الزواج؟ درنا عقد القران في 20 في شهر 5 2022 واتفقنا اننا نديروا العرس في سبتمبر، وفعلا درنا العرس في سبتمبر نهار 9 سبتمبر هنا في مدينه الدار البيضاء. هذيك الفتره في هذه التواريخ اللي عطيتيني انطلاقا من العقد للقرار ديال العرس، هذيك المده دوك الشهور اللي قلال ما حاولتيش تجلس مع البنيه تسولها كيفاش لقات هذا الزوج الطبع ديالو؟ يعني ولينا في زواج دابا سقف واحد كيشاركوا الحارة والحلوة، ما حاولتيش تشوف الابنة واش هي غادة في داك الزواج غادي سليم؟ لانه حتى هي باقا جديدة ودوزت واحد المسار في التكوين وكتقرا، يعني امور بس كاين بعض الاشياء تسولها كاب وكاين شي اشياء تناقش مع الام. فهمتيني ياك؟ يعني هادشي ما درتيش انت؟ لا، هاد المسائل كنا كنشوفوا كلشي ظاهريا كان مزيان، كلشي ظاهريا. والحوار هذا اللي كتحكي عليه كان الحوار بينها وبين الام ديالها، هي اللي لان كما قلت لك هذه البنيه الاولى، ما عنديش تجربه في الزواج ديال البنيات اني غادي نعرف شنو خصي يدار ولا شنو. فالحوار كان هو بينها وبين امها، وبالنسبه لي انا فاش كنتلاقاو راه ظاهريا الامور مزيانه ظاهريا. وباش نرجع لك للمسائل، فاليوم كتقول ودي نزوج بنتي، يعني في أسوأ الاحوال غيكون طلاق. في أسوأ الأحوال، ما عمرنا كنا كنتوقعوا بأن النهاية تكون بهذا الشكل، يعني في أسوأ الحالة. فاش كنا نشوفوا نسبة الطلاق اللي كاينة في المجتمع ديالنا، كتقول ودي حتى إلا طلقات راه أمر عادي جدا، فما غاديش نبقاو نعطيو الأمور أكثر من مما تستحمل. فغادي يتزوجوا تلاقاو بحكم الصغار ديال السن ديالهم بجوج وداك الشيء، فكنا كنتوقعوا بعض المشاكل واللي كيكونوا في الشهور الأولى. ولكن على العموم ظاهريا انا بالنسبه لي ما عمرني شفت شي حاجه اللي هذا، باستثناء كما قلت في تصريح سابق ان التوقيت النوم ديال الزوج والاستيقاظ ديالو داك الشيء كان شويه ماشي بحال العادي، فهذا كان شويه ديرونجاني شويه. هذا يعني انا اللي فهمت من عندك انت، لا انت ولا الزوجه ديالك اللي هي الام ديالها ما عطاتكم حتى شي سر انه في امور سلبيه في هذا الزواج، ما كاينش في هذيك المرحله الاولى؟ لا، ما نمشيوش في هذا الطرح، لانه هي فاش الله يرحمها وقع الواقع، هاد الام ديالها بدات كتصارحني بانه كانت كتحكي لها على بعض المشاكل ديالها. يعني في الوقت اللي كانت حيه ما وصلنيش هذا الخبر، هاد الاخبار ما كانتش كتوصلني نهائيا، ولكن كانت كتقاسمها مع الام ديالها ومع بعض افراد العائله، ولكن كان ديما كتلح عليهم ما تقولوش لبابا. هذا هو الالحاح الكبير، بابا عنده الصحه ديالو عنده، هذا هو السبب علاش ما كانوش كيوصلوا لي. وشنو هما هاد النقط اللي قالت لك انت الزوجه ديالك كاسرار في هذيك الوقيته اللي خباو عليك؟ شنو هما؟ من بينهم التعنيف، هذا أقصى ما كاين، يعني تعنيف، وأنه على أي ما نذكرش شي حوايج راه يعني شي حوايج في الإنسان، يعني المسائل ديال الليل والمسائل ديال هذا شويه، هذوك شويه الحويجات اللي كانوا يعني الليل فيما يخص الزوج. نعم، طبيعة الحال. نعم، كان واحد الكلام ويشاع، واش هو حقيقي ولا أنت اللي غتجاوبنا عليه، أنه حتى البنت كنسموا مخدرات، كنسموا شي من هذا القبيل، شي كاين ولا ما كاينش؟ واللي حنا عايشين الحمد لله في واحد المدينه ما كبيرهش بزاف، واي واحد كيقدر يدير بحال هاد الحوايج كيكون معروف. حنا الحمد لله السمعه ديالنا ولا السيره ديالنا ولا السيره ديال ديك البنيه ولا شي حاجه، ما غاديش ماشي بوحدي اللي ندوي عليها، يمكن راه ديروا دوره في اسفي غادي تعرفوا الحقيقه ديال الامر. هذا الامر امتى غادي يتجبد؟ وهو اللي بدا كيدخلنا الشك حنا باش غادي نبحثوا في الرحله ديال على رحله الحقيقه كما كنسميوها حنا. ف
فاش توفات وعطاونا واحد الصيغة ديال الوفاة ديالها ها كيفاش ماتت، ومورا 3 ايام كتجي كيعاود يقولوا لي واحد من الافراد ديال العائلة ديالو كيقول لي واحد الصيغة اخرى هي هذه اللي قلتي ديال المخدرات، لا راني سمعت بانها خدات كمية كبيرة من المخدرات وبقات كتضرب راسها مع الحيط. فهنا هادو من بين الحوايج اللي جعلونا اننا نقلبوا على الحقيقه، لان هاد الكلام منين جا؟ من العائله ديال هذا الاخ ديال الزوج هو اللي قال لي هاد الهضره. اخ هنا باش ما نحرقوش المراحل. نعم. هنا كاين زواج الامور مضبوطه. نعم. غادي تعطيني يعني بالتدقيق امتى سمعتوا نتوما البنت مشات للمصحه تما فاش بان الفاجعه هذه؟ نعم، نهار 12 شهر 1 2023. شحال بين التاريخ اللي عطيتيني مع العرس، شحال الفرق؟ 4 شهور و 3 ايام. 4 شهور و 3 ايام. نهار 12 شهر 1 2023 بالضبط في 4 ونص انا في المكتب ديالي مع واحد صديقين تنتوصل بمكالمه من الزوجه ديالي كتخبرني فيها بان الاخت ديال الزوج عيطات لها وقالت لها راه سلمى في الكلينيك وراه غيدوز الزوج ديالها باش يوصلها تشوفها. قلت لها اش من كلينيك؟ قالت لي مازال ما عرفتش. شنو عندها؟ قالت لي مازال ما عرفتش. قلت لها واخا على ما يوصل الزوج ونعاود نعيط لك. فعلا دازت واحد 5 دقائق عيطت لها خبرتني باسم المصحه. مشيت للمصحه كما كيفاش 5 دقائق انت سمعتي الخبر؟ من الطبيعي كاب غادي تعيط للزوج ديالها بشكل مباشر. احنا مغاربه سي مخلص ما غتصبرش حتى 10 ثواني من الاخر. الو اش واقع؟ من الطبيعي انت عندك كل شيء شيئا ما غادي بواحد البطء. انا جاني شويه غريب 5 دقائق وداك الشيء عندك منظم. راه كاين الجانب الانساني يعني الامور التنظيميه تيقول لك اثنا لا يلتقيا العاطفه والتنظيم. هذا الشيء هذه العاطفه هذه غير الكبده. صبرتي 5 دقائق عاد كتصل. نعم، لان فاش كتقول لك البنت ديالك في المصحه هذا ما كيعطيش شي مؤشر على ان الحاله خطيره، خصوصا وانك الام ديالك كانت كتهضر معاها في جوجونس يعني مورا ساعتين كتقول لك في المصحه شنو عندها يعني يمكن طاحت يمكن شي حاجه اللي كتوقع. فانا بحكم خصوصا ان فاش انتقلت العائله مع العائله الزوج ديالها كنت ديما كنسمع هذه القضيه المصحه راه دينا خالتي المصحه دينا فلانه المصحه. فبحال واحد هذا حتى انا يعني خديتها على اساس وكنقول واه بنتي غتولف لي حتى هي بحال هذا هو المنطق باش خديتها. قلت مورا 5 دقائق اتصلت بها قالت لي الاسم ديال المصحه مشيت للمصحه كما قلت لك على اساس لقى شي امر بسيط. شنو لقيتي في المصحه؟ لقيت الزوج والخال ديالو وواحد السيده كنعتقد بان الخاله ديالو والزوجه ديالي. وهاد اختو اللي كدوي عليا بزاف ما كانتش؟ لا ما كانتش. كانت اختو بين قوسين مجوجه؟ لا نعم مجوجه. العلاقه ديالك براجل انت؟ علاقة احترام طيبة، عندنا علاقة يعني كان مع بعضياتنا احترام كبير. نعم. مشيتي انتقلتي لأي المكان، شنو لقيتي؟ الصدمة. فاش كنجي نشوف كنلقى كيقولوا البنية ديالي في الإنعاش. في العناية المركزة. هنا داك الشيء اللي كتدوي عليه داك البرود وداك العاطفة وداك الشيء وداك هنا كيتبدل كل شيء. كنشوف امام واحد الامر اللي ما كنتش كنتوقع 1% منه. لا مازال ما تبدلش السي مخلص ونعطيك الدليل. نعم. انه انت الوحيد اللي ما طلبتيش التشريح. نعم. كي داش تبدل؟ حتى حاجه ما تبدلت، باقي الوضع هو الوضع، لا زلنا في اطار الاخطاء. نعم. يعني هنا راه امور اللي تبعت انا تبعت القصه. نعم. وخديت فيها معطيات. نعم. وكنشوف هل هو تقصير؟ هل هو طابع ديال الاب بهذه الطريقه؟ كاين اسئله جوهريه في الموضوع، نحن لا نوجه التهم لاي احد ولكن لك الحق في البحث. لك الحق ان تبحث عن الاصل، الان الهدف الاسمى في الموضوع الذي يناقش امام الراي العام وكذلك الحمد لله تتقدم امام المؤسسات وطالب تشريح وامور اخرى، من اجل ماذا؟ الوصول للحقيقه. يعني كانوا هذه كلها فرص عندك باش ما نربحش باش ما نستغلش يعني الفتره اللي كنتي كتعطيني فيها فين وصلتي بالضبط. هنا اطباء شخصوا لك الحاله القرار النهائي اش قالوا لك؟ قلت لك انا وصلت في تقريبا نكون وصلت في 5 لاروب عندهم وقال لي راه البنيه في الانعاش شنو عندها التي راه الحاله. سولت الزوج قال لي راه كلات كميه كبيره من دواء القلب بحال بغيتي تقول محاوله انتحار. هنا الصدمه كتزاد. الصدمه الاولى ان بنتك في الانعاش، الصدمه الثانيه انها كتحاول تنتحر. كنسول على الحاله كيقول لي حاله مستقره. بقيت كنتسنى حتى للسبعه العشيه، السبعه كيخرج الطبيب المعالج
كيخرج بواحد العبارات اللي صادمه، كيقول لك اودي البنت راه في واحد الحاله حرجه جدا بحكم الحاله فاش جات، وان حتى الا كتب لها وعاشت غيكون عندها مشاكل في الدماغ. هنا بدات الامور كتزيد توضح في الاتجاه فين غاديه. واخا هاد الكنينه شكون اللي داها لي هي؟ الزوج ديالها. نعم. في الثمانية تقريبا، في حدود الثمانية كيعلنوا الوفاة ديالها. فباش نرجع لذاك الشيء اللي قلتي لي ديال ما درتي والو، انا في ذاك الوقت كنت السؤال المطروح عندي هو شنو دار لها باش فضلت انها تموت وما تعيش معاه؟ هذا هو السؤال اللي كانت غالبه عليا. ما كنفكرش شي حاجه، ما كنشككش في الروايه ديالو نهائيا. كنقول شنو دار لها خلاها تفضل انها تموت وما تكملش معاه؟ هذا السؤال ديال يومين تقريبا بحال هكذا يتردد. انا كيطرح سؤال ثاني من بين المعلومات اللي قلتي، كاين واحد شيء، انا ما الابنه ديالك ما تكونش مطلقه معاك انت، ولكن تكون مطلقه مع ماما، قالت لك عندها شي حب كبير، يعني تتشوف داك السيد انه حب له وصف خاص تدافع عنه لاخر رمق مثلا، قالت لك الزوجه ديالك هادشي؟ نهائيا بالعكس، كانت بدات كتفقد الامل فيه. والدليل هو انه في النهار اللي غادي تموت فيه بالضبط، في المكالمه ديال جوجونج كتقول له اديني لدارنا، يعني هي بغات تمشي بحالها، يعني وصلت له الزوج. ما عندهاش تليفون السي مخلص تعيط لك هي ولا تعيط لماماها؟ للاسف حتى ذاك النهار اللي غادي يتموت فيه في الصباح بالاعتراف ديال الزوج انه خدا لها التليفون ديالها وداه خرجوا معاه باش ما تعيطناش. وفاش كنسترجع دابا المعطيات كنلقى بانه ما كانش كيسمح لها تعيط الا اذا كان حداها، لان واحد المره جريت مع واحد الحوار قلت لها واش بوحدك؟ قالت لي ايه جريت مع واحد الحوار، ومن بعد خبرني به. قال لي واش قلتي لها وهادشي؟ قلت له اياه. قال لي راه قالتها ليا، ولكن تيقنت بانه ما تيسمح لها تهضر معنا الا اذا كان حداها. هذا هو بزاف ديال الحوايج اللي غنكتشفهم مورا ما ماتت صادمين، هما اللي جعلوا فاش كنزيد حاجه على حاجه كيجعلنا اننا مشينا في هذا الاتجاه. نعم. هنا في الاخير عطاك الاطباء قرار، تما عرفتي الصدمه بانه البنت الله يرحمها. نعم. شنو درتي؟ ما درت والو، ما درت حتى شي حاجه للاسف تحت تاثير الصدمه. لان اليوم كنعاود لك مورا تقريبا شهر ونص ولا اكثر، راه يمكن بديت كنستوعب وبديت كان، ولكن خصك تقدر الوقت ديال الصدمه، ان عندك بنيتك في جوج ونص كتهضر مع امها وفي واحد الوقت كتلقاها ما بقاتش، راه شلل في العقل، ما بقاش ما كتبقاش تفكر، ما كتبقاش تحلل، ما كتبقى دير والو، هي كتلقى المعلومات. انا في ذاك النهار كنتلقى المعلومات لا اقل ولا اكثر. انا عندي سؤال دقيق. هذا السؤال كيتعلق بالاسرار اللي قالت لك انت الزوجه ديالك اللي هي الام ديالها. هاد الاسرار واش قالتهم لك انت؟ خديتي القرار وديتي دريت فنتيها، ولا قالتها لك وانت مازال ما دخلتيش باش تقرر واش تشريح ولا لا؟ ما غادي نبدا نسيق الخبار ونعرف المعطيات حتى الاسبوع الثاني. انا فاش دفنت البنيه ورجعت بداو تيجيو الناس وكيقولوا لي راه عليها اثار ديال الكدامات. هادشي الاطباء ما شافوش هادشي؟ اكيد شافوه، لان شافوا كل شيء وعندنا التصويره ديالو، عندنا التصويره ديالو في حضره. انت ما واجهتيش في الاجراءات هاد المصحه انهم تكلموا لك على تشخيص طبي؟ قلتي لي قالوا لك بلا تناولت شي حاجه كتعلق بالقلب، شي دواء، يعني شي جرعه زائده اذا صح التعبير، فقط في هاد الحدود، كدمات على مستوى الراس او اليدين او حسب داكشي اللي كاين. هادشي ما كاينش. هو اللي قال لك لا الفانيد هو الزوج ديال هذيك الساعه، مازال ما خديتش التقرير ديال المصحه، مازال ما خديتوش. انا تنقول لك فاش وصلت وسولت فاش لقيتها في الانايه، سولت الزوج قلت له مالها، هو اللي قال لي راه كلات الفانيد. فانا بقيت في هذا الاعتبار ديال انها كلات الفانيد، وبقيت كنسول كما قلت لك السؤال علاش. من بعد فاش ماتت البنيه كما قلتي ما درناش شي دير شلل في التفكير، مشينا للدار كنتلقاو التعازي عادي، ما عندناش شي، يعني مقتنعين بهذه الروايه، مقتنعين بها الى حد كبير. انا بالنسبه لي ما كنبحث كنقول غير شنو السبب. من بعد نهار الجوج اللي هو نهار 13 فاش مشينا باش نجيبوا الجثه، كان كيطلبوا مني غير نسخه البطاقه الوطنيه، قال لي صافي سير واحد السيد من العائله الزوج، خليت له نسخه البطاقه الوطنيه ومشيت. ولكن عاوتاني تقريبا في العشرة كيعاود يتصلوا بي كيقول لي لا خصك ترجع المصحة. رجعت المصحة، فإذا بالشرطة كتلتحق بالمصحة، جاو
كنتسناو هذا، هبطوا الاسره ديال الزوج ما بقاوش قدامي. من بعد مشيت لان كما قلت لك الجمعه وكان خصنا ندفنوا البنيه في مع تزامن مع صلاه الجمعه. ف واحد الوقيته بقيت كنتظر شي 30 دقيقه، مشيت عند السيد اللي في الحراسه قلت له دوك الناس فينا هما، هبطني لتحت واحد البلاصه مكتوب عليها مطعم، لقيت بان الشرطه كيستمعوا للزوج في حضور الاخ ديالو والخال ديالو والاب ديالو كيستمعوا ليهم. بقيت انا جالس في الباب كنتسناهم، في الاخر حلوا الباب عاوتاني، دخلت انا قال كيتصنتوا ليا هنا، هو فين غادي تاخذوا الافاده ديالي وغادي يسولوني بعض الاسئله، ومن ضمنهم واش عندي رغبه ندير تشريح ولا لا. وقلت لهم ما عنديش رغبه ندير تشريح. علاش اشرح لي هذا القرار اش خديتي؟ لان كان عندي اقتناع كبير، عندي ما كانش عندي ادنى شك في الروايه اللي قال لي ذاك السيد، كنت مقتنع بالروايه ديالو. قال لي كلا الفانيل، قلت في نهايه المطاف الا درنا التشريح لقاو الفانيل، اذا لا داعي خصنا ندفنوا البنيه اليوم الجمعه وصافي، غادي نضيعوا الوقت بدون هذا. والحضور ديال رجال الشرطه ما محرك فيك والو؟ بانتك الامور عاديه. الحضور ديال رجال الشرطه قال لك بانها على حساب المصحه، قال لك راح وفاه غير طبيعيه. فهذاك الوقت راني كنأكد لك بانه ما كنتش كندير تحليل للمعطيات، كنستقبل المعطيات لا اقل ولا اكثر، هي كنستقبل بدون تحليل. الام اللي هي الزوجه ديالك علاش تسطرات في هذه المعطيات في ظرفيه جد دقيق ان تقولهم لك في هذاك الوقت؟ علاش تدازت مودعات قالت لك انا راه كانت معوده ليا بالله كتضرب وكان كيتكرفص عليها وعامل الليل والامور واضحه؟ هذه الامور جات في واحد الوقيته اللي نعم. دابا فاش كتقول لك الوفاه ديال البنيه ديالها، كتموت لها بنيه اللي هي صاحبتها اختها وكل شيء فيها، واش كتظن الحاله ديال النفسيه واش ديك السيده كانت كتهضر ذاك النهار؟ النفسيه فاش كتقول؟ كتقول بنت القضاء والقدر مكتوب، ربي ماتت، ولكن البحث على الاسباب اذا كانت من عند الله عز وجل فهذا امر لا يناقش، واذا كانت من عند العبد هناك القانون. من الطبيعي جدا الكل يبحث على السبب، من الطبيعي تجي ام يعني هذا اجوبه شيئا ما ملغومه، والاسئله هي كنشوفها انا منطقيه لانه دوري انقل اسئله الراي العام انطلاقا من الفيديوهات ديالكم، التصريحات ديالكم، كنشوف التعليقات تاع الناس كتطرح هذه الاسئله، وانا كنوجهها لك بكل احترام وتقدير، لك الحق في الجواب، هذه اسئله تطرح. وفاه غير عاديه والام يعني عندها مجموعه من المعطيات تظهر في ذيك الاربع اشهر الاخيره قبل من الواقعه تزامنا مع يوم الوفاه والكتمان علامه استفهام. واخا دابا واش كتظن في ذاك الوقت غادي نظنوا بانه الا ما تقناش بالروايه ديال ذاك السيد شنو غادي نقدروا نظنوا في ذاك الوقت؟ غادي نظنوا القانون. اذا كان العنوان انا مشكور الضابطه القضائيه انطلاقا من تعليمات السيد الوكيل العام، هذه معروف مساله طبيعيه، كاينه وفاه غير طبيعيه غيفتحوا لك الباب ديال التشريح، هذا دور لانه النيابه العامه راه هي صاحبه الحق المدني، كتمثل الامه كتمثل المجتمع، طالبت بهذا الحق، هذه فرصه للبحث بدقه عن سبب الوفاه. هذه الامور ما جاتش عندك، ما جاتش عند الزوجه، هذه كلها اسئله يعني. هو اش نقول لك؟ الطريقه باش تم الاستجواب ديالي في ذاك الوقت ما عرفتهاش، ما قدرتش نحللها، ولكن دابا من بعد كاين فيها بزاف ما يقال، بزاف ما يقال. على اين احنا مشينا في الطرح؟ بان كنثقوا بذاك، ما شككناش في الطرح، كما قلت لك كنقلبوا على السبب اللي جعلها تختار انها تنهي الحياه ديالها وما تكملش مع ذاك السيد، فقط من غير هادشي ما كانش كيطيح لنا في بالنا. امتى غادي نبداو هادشي اللي كتقول؟ امتى غادي يبدا يجي وهذا؟ هو فاش كما قلت لك جاو عندي الناس وبداو تيقول لي راه فيها ضربه، لان انا اول مره غادي نعرف واش بنتي كتضرب. حتى قال لي ضربه، ماشي الاول ماشي الجوج ماشي الثالث. ففي ذاك النهار دخلت الزوج ديالها لواحد البيت وسولته قلت له واش انت ضربتيها؟ قال لي لا احنا ديما كنضحكوا ديما عادي هذا، كتضربني وكنضربها. قلت له فين ضربتيها؟ قال لي في الكتف ديال هذا اللي بحال هكذا، قال لي في الكتف ديال. قلت له ولكن راه قالوا لي الضربه في فمها. قال لي لا هذيك فاش كنت مهبطها من الدار طاحت ليا. هنا في هذه اللقطه بالضبط
هذاك الشيء اللي قلتي انت ديال ان خصني نبدا ندير شكوك وخصني نبدا هذا هو فين يوقع؟ لان علاش يهبطها هو ما قدرش تهبط راسها على حسب الروايات ديالو. هنا فين كان نقول لك، لان فاش وصلت وقلت له وسولته علاش جات وقال لي كلات الفانيد، مشات يدور واحد شويه جا عندي قال لي اودي مسكينه جات معايا على رجليها، هذا الطرح الاول. بقات يدور واحد شويه جا عندي قال لي راه جاي انا وياها وكنهضروا وكتقول لي كنبغيك وداك الشيء، حتى وصلنا حدا واحد المركز التجاري عاد غيبات بالتعبير ديالو. ففاش قال لي راه طاحت ليا قلت له ياك انت قلت لي غيبات حتى وصلت للسوق التجاري، قال لي لا راه طاحت وعاوتاني فاقت حتى وصلنا للسوق التجاري عاد غيبات. هنا هو فين كنقول لك تضارب الاقوال، هنا فين كنعبرت عليه انا وتضارب الاقوال، واش طاحت من حدا الدار ولا حتى حدا السوق التجاري ولا جات على رجليها؟ هنا فين بداو الشكوك زياده على هذه المساله اللي كانت عند الكدامه اللي عندها هنا. هنا فين بدينا كندوزو حيدنا ذاك المخلص اللي كيثيق بداك الشيء اللي كيتقال ليه ودزنا المخلص اللي بدا تيحلل. نعم، انطلاقا نرجعوا لنفس السؤال اللي كنقول، انطلاقا من هذه المعطيات اللي عطاك اللي لقيتي فيها تناقضات كيقول شيء في شيء اخر مغاير في نفس التوقيت وفي نفس اليوم بالمقارنه مع المعلومات اللي قالت الابنه للام، واش هادشي خديتي انت الاول بديتي كتستوعب انت اللي فقتي باش تبحث في القضيه، ام المعطيات اللي عطاتك الزوجه هي اللي خلاتك تمشي تبحث مع الزوج؟ عطينيش من اتجاه. هو الزوجه ما كانتش كتعطيني معلومات في ذاك النهار، مازال ما عطاتني حتى شي معلومات. هادو الناس اللي كيجيو عندي هما اللي كيقولوا لي فيها ضربه في فمها، هذه هي هذا هو نقطه الانطلاق ديالي فيها ضربه في فمها. وفاش سولته قلت لي واش ضربتيها وفاش قال لي هذاك، عاد لقيت ثلاثه ديال المعطيات مختلفين. هادشي اللي قلتي دابا غير السؤال، واش هادشي اللي قال لك السيد الزوج ديالها من موراها مشيتي عند الام قلتي لها راه قال لي وتما فاش استفادت هي وعطاتك المعطيات اللي معاوده للبنت، ولا العكس، ولا هي كانت قايله لك بديتي انت كيدخلك عنصر الشك؟ لا، هو فين غادي نخرج من الزوجه ديالي كل شيء المعلومات من عندها؟ هو في واحد دوزنا اسبوع ديال العزاء مع في مدينه اسفي، ومن بعد كنت عندي واحد سفر مبرمج، فكانت العطله ديال الوليدات وكنت مبرمج واحد السفر تحت الحاح العائله ديالي، قال لك دي الوليدات خرجهم هذه فرصه ما يبقاوش في هذه الاجواء وهذا، لان وليدات صغار والسيده كانت في ظروف نفسيه. فمشينا سافرنا، فاش سافرنا هي فين غادي ناخذ المعلومات كامله من الزوجه ديالي، هي تما فين غادي نعرف الحقائق تقريبا كامله. هذاك هو واحد لو ديكليك الا بغيتي تقول، وتغيرت لي النظره كامله على داك الشيء اللي كنت عارف، وعرفت راسي باني كنت واخذ نظره خاطئه. هنا غتسولها سؤال، قلتي لي علاش ما قلتيش ليا؟ من الطبيعي غتقول لك لانه هي عطات الوصيه وقالت لها بابا مريض وكذا، وما تقوليش لها، هذا هو الجواب. غادي يكون عندك سؤال طبيعي، غتقولها ولو تقول لك داك الشيء، انا ماشي دري صغير، انا الاب، انا كذا غنعرف كيفاش نتصرف، انا ما نبغيش ليا المشاكل. هذا السؤال ما عاود عطيتيه لي باش جاوبتك الزوجه. كتقول لي بان كتعطيني معطيات اخرين، عقلتي فاش كانت معنا واحد النهار اياه وفاش عيطت ليا وجيت عند فمشيت عندها هي راه داك النهار عاوتاني دارت لي يدي على راسها وقالت لي دخلت عليك بجدك رسول الله ما تقولي لبابا والو راه بابا مريض. كتاكد لي نفس الطرح نفس المعطيات اللي عندها مسجلين في الهاتف ديالها مع داك الشيء اللي كتقول. سؤال اخير اللي عندي، ما قبل ما نشوفوا المستجدات اللي كاينه الان، غنسولك على العلاقه ديالك بهاد الشركه، واش كاينه شي اموال بيناتكم؟ كاين شي فلوس كتسالهم كيسالوك؟ كاين هادشي؟ العلاقه كنأكدها لك وتنأكدها لك لا تتجاوز زبون مع السيد اللي كيشري من عنده. انا زبون ديال هاد الناس، ما كيتسالوني ما كنتسالهم داكشي. انت عارف الطريقه باش كيتباعوا الطوموبيلات في الغالب بالليزينغ، حنا كنخدموا بالليزينغ في الغالب بالليزينغ، اما من غير هادشي يمكن خدينا جوج مرات بهذا خلصنا بقيمه الشاك ديال السياره ديالنا. ما كاينش شي سلف بيناتكم نهائيا. واخا، السؤال الاخير اللي عندي هو الهاتف ديال الابنه فين كاين؟ نعم، اليوم كاين عند الشرطه. علاش حتى اليوم؟ ماشي حتى اليوم، انا عاود لك دابا كاين شي حوايج مازال ما سردناهمش وربما مهمين في 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 في, في الحديث. مهمين في الحديث دابا، فاش كما قلت لك فاش بداو هاد التناقضات وهاد المسائل وهذا، قلنا خصنا نبحثوا على الحقيقه ديال الامر كما قلتي. بدينا تنبحثوا، فمشيت اول حاجه فاش عرفت السيد كيعنف الابنه ديالي وضعت شكايه
لان لك عنفها مره ولا جوج ماشي من المستبعد ان حتى داك النهار عنفها. اذا بدينا كندخلوا في هذا الطرح هذا الاول حطينا شكايه ورجعنا بدينا كنقلبوا على الخيوط توصلنا الحقيقه مشينا للمصحه قلنا لهم عطينا تقرير طبي باش نعرفوا هاد البنت كيفاش جات وياكدوا لنا ولا ينفيوا لنا داك الطرح اللي قالنا الزوج. فالمره الاولى عطاوني وثيقه فيها ثلاثه سطور فيها هاد السيده جات في 2:07 وتوفات في 7:55. فهادشي يتناقض مع الواقع لان بنتي كانت كتهضر مع ما تقريبا في 2:00. فقلت لهم ما يمكنش 2:07 وبنتي كتهضر مع ما في 2:00. فلا سمح لنا راه حنا غلطنا راه جات 2:59. يعني اليوم كنتوفر على 2 بتوقيتين مختلفين. والتشخيص الطبي هذا اللي قلت هي المعلومات والتشخيص. من بعد فاش عطاوني هذه الوثائق اللي هي متضاربه مشيت عن طريق مفوض قضائي وطلبت تقرير طبي بما تحمل الكلمه من معنى. فكيعطيوني واحد 4 صفحات تقريبا، الاولى فيها شويه فيها تعزيه وهذا وفيها شي معلومات ما نقدروش نعطيهم لك لان داخلين في كنعطيهم للجهات المختصه لانهم سريين وهذا. وعطاوني شنو داروا لها من بين المسائل اللي داروا لها، وعطاوني واحد الوثيقه عباره عن تخطيط القلب. تخطيط ديال القلب اللي فاجئني فيه هو انه التوقيت ديالو هو 10:00 و10 دقائق، مع العلم انه في الشهاده الاولى كيقول لي راه توفات في 7:55 الوقت اللي عنده فيه، ولكن داك التخطيط ديال القلب لقيت فيه 10:10 ديال الليل. فهادو شي حوايج اللي كيقويو الشكوك ديالنا. من بعد فهمنا بان المصحه فاش جات البنيه في الوقت اللي دخلات، وكيقول لان على حساب الهضره ديالهم بان جا مع واحد السيد كيقول هو الزوج ديالها وتيقول بانها كلات حوالي 20 فانيده من دواء القلب، هذه محاوله انتحار. اذا خصها تخبر الشرطه فاش تجي. للاسف ما خبرتش الشرطه في ذاك النهار، يعني ما خبرتهمش. علاش ما خبرتهمش؟ هذا هو السؤال اللي بغينا الاجابات عليه. هنا هما شي حويجات كيتجمعوا باش كيبين بان ربما كاين شيئا ما في هذه المساله. عاوتاني نهار الاخر فاش جات الشرطه واش مشاو داروا معاينه للبلاصه اللي وقع فيها الحادث واخا مور 24 ساعه المصحه ما خبراتهم مور 19 ساعه؟ هذا ماشي قانوني. وهما فاش جاوا واش مشاو داروا المعاينه باش يشوفوا هذه البنيه الا كانت انتحرات واش عندها شي تهديد واش عندها شي ديون واش عندها واش هذا الشيء دار ولا ما دارش؟ فاش كتلقى هذه المعطيات ما كاينينش كتقول علاش ما يكونوش؟ شنو كاين شي حاجه؟ علاش هو ما طالبش به الزوج نظرا الى الطبيب؟ طبعا هذا يدل على حسن نيته، وانت كاب ما طالبتيش به انت هو التشريح. نعم هنا دابا التشريح هذا كان سؤال، واش عندك رغبه دير تشريح ولا ما عندكش؟ كما قلت لك انا فاش كانت عندي ما كنشككش في الروايه ديالو ما طلبتش التشريح، ولكن فاش ولاو هاد المعطيات فمن ضمن اللي درنا الشكايه ديالنا طالبنا باستخراج الجثه واعاده التشريح. هذا هو الخطوه باش كما قلتي عبرنا عليها باش نبرئوا كل بريء، والا كان شي واحد مذنب هذا. فمن بعد فاش الحويجات اللي ولاو كيثيروا لنا الشكوك وكيزيدوا هو الهاتف. كما ذكرتي الهاتف ديال البنيه كنا تنطالبوهم به، العائله ديالو كنطالبوهم بالهاتف ديالها لان فيه صور كتجمعها بالام ديالها، والام ديالها بغات هاد الصور والفيديوهات للذكرى. فكانوا كيقول لك واخا دابا نجيبو لكم لا راه صيفطنا للدار البيضاء باش نبعدوا على الوليد راه كيبقى يشوف ويبكي وداك الشيء. في نهايه المطاف ما جابوهناش. درتو القانون؟ ماشي درنا القانون. فاش درنا الشكايه من بين الحويجات اللي طالبات بهم الضابطه القضائيه طالبات بالتليفون، فكيوصلنا المعلومات بان جابوا التليفون فورماطي. فكتقول علاش مع العلم انه كان كيتصفحوا في الجنازه كان كيتصفحوا هذا عنده الكود ديالو، عنده البطاقه البنكيه عنده الكود ديالها، فما بالك بالتليفون؟ فهمتي؟ يعني شي حوايج اللي باينين. فاش شفنا التليفون فورماطي المصحه ما خبراتش الشرطه واش انتقلت لهذا، كتجمع هادشي كله كتقول ربما كاين شي، وهادشي اللي كنبحثوا فيه. وهذا هو السبب اللي جعلنا نديروا طلب مؤخرا يوم الجمعه الماضي، درنا طلب رسمي
إعادة استخراج الجثة وإعادة التشريح، خصوصا أن التشريح الأول ما دارش على طبيب على يد طبيب شرعي، دار على يد طبيب عادي، مع أن معناتها مشكل، ولكن باش تكون الأمور عند المصداقية الكاملة ديالها طلبنا باش يكون طبيب شرعي باش اللي نعرفوا الحقيقة، لأن اليوم هذا الطلب ما كنظنش غيضر شي واحد إلا إذا كان مذنب ولا متورط، اما هذا طلب قانوني غادي غيكون يسهم في اظهار الحقيقه. يعني الان الملف بيد النيابه العامه والضابط القضاء في اطار الابحاث انطلاقا من استخراج الجثه الطلب اللي تقدمته به باش تبان الامور لحد الساعه دي الابحاث اللي كاينه الان. نعم هذا الطلب ديالنا، وكنتمنوا باش يقبلوا الطلب ديالنا في اقرب الوقت، لان انت عارف الجثه تقدر تحلل مع مرور الوقت. فاليوم هذا الطلب كما قلت لك هو في صالح الجميع، يكون في صالح في اظهار الحقيقه. الا اعترض عليه شي واحد ربما يعترض عليه الا لانه غادي يضروا ظهور الحقيقه. نعم. السؤال الاخير اللي عندي وبدون تدقيق، يعني كنت نتكلم معك لانه عارف كاين اسرار. نعم. انت كتلقى تهديدات، هذا الشيء صحيح؟ ماشي تهديدات، ماشي باش من نعطيوش الامور. الناس اللي دايرين بيا كيتوقعوا بان يكون عندي مشاكل مستقبلا، لان كيقول لك راك دخلتي في مواجهه مع ناس نافذين وناس في مستوى كبير، وهذا ربما تعرض للمكروه ولا مكيده ولا شي حاجه. فاليوم كما قلتي احنا ما كنقلبوش ندينوا شي واحد بريء، اليوم كنقلبوا على الحقيقه، وهذه الحقيقه هي اللي غادي تبين واش شي واحد مذنب ولا ماشي مذنب. الروح عزيزه عند الله في كلتا الحالات. كنشكرك على سعه الصدر ديالك، الله يرزقكم الصبر في البنيه، وكنتمنى ان الحقيقه تبان. شكرا لك انك اعطيتيني مجموعه من المعطيات في الموضوع، ويا ربي تبان الحقيقه عما قريب. مشاهدينا الكرام، هذا هو القصه ديال سلمى، الوفاه موضوع النقاش. واش الوفاه ديال سلمى كانت وفاه عاديه أم أمور أخرى؟ مجموعة من الأسئلة تطرح في الرأي العام، وكذلك يوتيوبر اللي متناول الموضوع حاولت ما أمكن، أتمنى أن أكون صائبا في بعض الأسئلة اللي وجهتها مع الأب. وهنا كنوجه ليه الشكر مرة أخرى لسعة الصدر دياله، لأنه قضية رأي عام. سلمى بين زواج ومقبرة في حوالي 4 أشهر. أسباب مسببات الواقعة، النيابة العامة والضابطة القضائية لها من الإمكانيات ما يكفي للبحث بدقة وبنزاهة واش سلمى مات متعاديا عام أم لا. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذه القضية وسوف نوافيكم دائما بالجديد إلى بنت أمور أخرى في الموضوع. الملف الآن في إطار أبحاث، ولا يمكن بطبيعة الحال أننا نناقش أمور أخرى كتتعلق بالأبحاث. غادي نحاول ما أمكن أنني يكون شيئا ما تأني تتمر هذه الأبحاث ونوفر الرأي العام بالجديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.